الآن يعني فكرة تجديد اليونيفيل من الوجود اليونيفيل من عدمه ليس بخبر، يعني حتى يعني هو شيء شبه عادي. نتحدث عن 17 عاما منذ 2006 وعن 45 عاما من وجود اليونيفيل منذ 78. في هذه المرة لماذا تحاول إسرائيل أن تشعرنا بأن ثمة شيئا ما سيحدث؟ يعني هي ليست المرة الأولى، لكن السياق الذي يجري فيه التجديد هو سياق متوتر جدا على الحدود اللبنانية. لا يعني أنه ستكون حرب في الغد، لكن الوضع القائم اليوم هو نوع من حرب التهديدات، تهديدات جدية وليس تهديدات يعني عشوائية. كل طرف يقيس تهديداته بالشكل اللي يناسب والذي يفهمه الطرف الآخر. وأعتقد أنه إسرائيل تستطيع أن تستغل، يعني أهمية اليونيفيل هي بقدر ما تستغلها الأطراف، وهي ليست حماية للحدود، هي لا تحمل حدود، وهي عند الحرب لن تكون هناك يعني إذا كانت وقعت الحرب. لكن من الواضح أنه في مسعى إسرائيلي لتغيير قواعد اللعبة على مع لبنان في مفهوم وضعية اليونيفيل، وهذا ليس بالجديد، هذا كان في العام السابق وقبل ذلك، لكن الآن بسبب الظرف الحساس وبسبب أنه يعني الظرف أصبح على في نوع من التدحرج نحو التصعيد، وهذا طبعا يجعل القضية أكثر أهمية، وفيها كسب للمفهوم للشرعية الدولية من جهة إسرائيل أن هي تريد اليونيفيل وهي تتمسك به، لكنها لا تتمسك به عند حاجتها وإنما عند الضرورة فقط. طيب. وأعتقد أن الوضع اليوم لا ينبئ بحرب، لكنه كل ما يجري هو نوع من الاستعداد في بناء القوة من كل طرف، وموضوع اليونيفيل يندرج ضمن هذا الموضوع.